السلام عليكم ورحمة الله. حديثنا عن العادات والتقاليد. العادات والتقاليد أقرها الإسلام. كيف أقرها الإسلام؟ الإسلام أقر العادات والتقاليد الحميدة، مكارم الأخلاق، الأمور التي يحمد عليها الإنسان، يعني يمدح عليها، العادات التي لا تتعارض مع الدين، مثل إكرام الضيف، طريقة إكرام الضيف، مثل العفو، أساليب ومظاهر العفو، الترحيب، التكريم، أيضا العادات الاجتماعية التعاونية ما بين الناس، أساليب المصالحة، أساليب الربط، أساليب الزواج، أساليب التواصل الاجتماعي، مش بالواتساب. أول كلام الناس في اللقاءات صباحية، في لقاءات بعد صلاة الفجر، في لقاءات في الصباح، في لقاءات في الضحى اللي يسمونها الضحى، طيب، في عمليات إكرام كالغداء مع بعض، جلسة القهوة بعد العصر، الدعوة للعشاء برضو، طريقة التقديم، أساليب العرض، هذه كلها تساعد تربويا، يعني الأبناء الصغار يتعلمون مكارم الأخلاق بهذه الطريقة، يعتادون على الضيف، يعتادون على الحوار، على النقاش، على التفاعل الاجتماعي، هذه كلها من العادات، هذه كلها من العادات. وموضوع العادات موضوع واسع وكبير، لكني أحببت في هذا الإطار الجميل أن أتحدث عن هذه النقطة حتى ننبه بأن هناك عادات جميلة وهناك عادات قبيحة لم يقرها الإسلام وألغاها، وهو ما يخالف الدين وحرمها. وكما ذكرنا الدين دين يسر وليس دين عسر، دين مرونة وسماحة وكرم ومحبة وضيافة، هذا هو دين الإسلام. إذن الإسلام لا يتعارض مع العادات الإنسانية الحميدة أيا كانت على وجه الأرض. السلام عليكم. مرحبا، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيه إذا كنت ترغب في الحصول على كل جديد من قناة فيصل تيوب.